ورشا وصلنا لمساحتنا الثانية من مساحات صباحنا غير ما فينا نبدأ السنة الجديدة بدون ما ناخذ طاقة وننظف الطاقة القديمة يلي كانت. رح نحكي كثير عن هذا الموضوع مع أحلام شلغين اختصاصية التنظيف الطاقي العميق للأشخاص وعلم فانك شوي طاقة المكان. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح النور. لك العام وانت بخير وان شاء الله سنه حلوه عليك. يخلي لي اياك. شكرا كثير لك. يعني هلا. اليوم هيك عم حبينا اليوم باول صباح بالسنه الجديده تكون هيك فقراتنا خفيفه وتكون بدايات جديده ان كان بعلم النفس ان كان باداره المشاريع، واليوم حنكفيها كمان معك نحكي عن الطاقه عنا بشكل خاص، كيف نحن اليوم قادرين نتخلص من الطاقه الموجوده مثل ما قالت نيرمين ضلت معنا من السنه الماضيه، يعني خلص 2021 بدنا نقول باي ومسامحه. ما الله يسامحك. سنه جديده، بدايه جديده. رشا عم نحكي نحن بعلم الطاقه دائما بنسمع عن شيء اسمه المسارات. خلينا نعرف شو هي وكيف بتاثر على الاشخاص. مسارات الطاقه. مسارات الطاقه بجسم الانسان مثل الدوره الدمويه، في اي حال اي عائق لهي الدوره فنحن راح يصير في عندنا مرض بسببها. نفس الشيء مسارات الطاقه للاشخاص. نحن بس يكون مسار الطاقي عندنا منه مزبوط فاكيد رح يصير في عندنا خربطه بحياتنا. تمام. وهذا اكثر شيء نحن ما بنعرف ليه عم بيصير معنا هيك. هو السبب بيكون نحن المسارات عندنا منه مزبوطه، فنحن بالتنظيف الطاقي العميق للاشخاص بنقوم بتعديل هاي المسارات لنرجعها للمسار الصحيح ليقدر الواحد يمارس حياته بشكل طبيعي، وبدال ما دائما يجذب الاشياء السلبيه والشغلات السلبيه اللي عم بتمر معي، لا بالعكس بجيب الشيء الايجابي لإلك. نعم تمام. يعني تفضل رشا. كنا عم نقول عم تحكي عن المسارات وكيف نحن اليوم قادرين ان نوجهها بالشكل الصحيح. اذا اليوم هيك حبينا نعطي معلومات بسيطه لكل حدا عم بيشوفنا، انه انت اليوم ببدايه سنه جديده، احلام جديده من اسمك، يعني هيك اليوم بدنا نبلش بدايه جديده. نحن اشخاص كثير حوالينا ممكن تاثر علينا، ممكن تعملنا احباط بمعنوياتنا، هدول الاشخاص كيف نحن قادرين نتعامل معهم؟ هلق وجود الحياه بشكل عام، يعني دائما في شغلات سلبيه عم تمر علينا، دائما في امور ما عم تزبط بالطريقه اللي نحن بدنا اياها، فالافضل شيء انه انا بدي اعزز دائما طاقتي الايجابيه. يعني دائما فكر بالاشياء الايجابيه، واكثر شيء بيعطيني هذا الدعم هو انه انا فعل الخير، فعل الخير والبقاء بطاقة المحبة، طاقة المحبة هي من اعلى ترددات بالكون، هاي الطاقة كل ما رفعناها كل ما رفعنا حتى المحيط اللي حوالينا عكسنا عليه، وبنفس الوقت اعطينا لنا بعد لحياتنا. في شيء نحن بنقله فلتر طاقي، هاي ممكن اي شخص يعمله، يعني مو بالضرورة انا فايت بعلم الطاقة او بعرف بهي الامور، لا، اي شخص في يعمله انه انا قبل ما نام بس اتخيل انه في نور او هاله من النور عم تنزل علي، عم تسيل علي على كامل جسمي، وبنفس الوقت تعمل لي فلتر طاقي ليحميني من اي شيء سلبي يضلوا برا ويفوت فقط الشيء الايجابي. طبعا هذا الشيء بعمله قبل ما نام وبس فيق الصبح، ان شاء الله لما بدي انطلق للحياه اي شيء سلبي راح احتك فيه فانا عامل هاي الفلتر اوريدي، يعني ما راح ياثر علي اي شيء. سيدة أحلام، كثير بنسمع بأشخاص بيقولوا أنا فقدت على هذا المكان وحسيت بطاقة سلبية، كيف ممكن نتجنب هاي الطاقة؟ وهل المكان يعني له مواصفات معينة لنقول عنه إنه هذا طاقته سلبية، ولا هو إحساس يعني بتولد عند الشخص؟ لا، هلا في أشخاص بتستشعر هاي الطاقات السلبية مباشرة، تبقى حساسة، يعني الهالة تبعتها كثير قوية فحساسة لهي الأمور. أحيانا نحن بنفوت على مكان كان في أشخاص قبلنا حاملين هاي الطاقة السلبية فنحن بنشعر فيها مباشرة، لأن الطاقة السلبية هي مجرد ما غادر الشخص هي ما غادرت، هي مثل الأثير بتضل بنفس المكان موجودة، وبنفس الوقت أي شخص بمر من المكان اللي كان فيه هذا الشخص رح يحس هاي الطاقة. فليه أنا بعمل هذا الفلتر قبل ما أطلع؟ مشان أنه أي شيء أنا رح احتك فيه في شيء سلبي فقط يدخل لي هالفلتر الشيء الإيجابي ويترك الشيء السلبي برا. اليوم عم نحكي عن طاقة سلبية أنه هي معدية، يعني أنا ممكن انعدى بنيرمين إذا كان مزاجها سيء وأنا كنت كثير مبسوطة فبشوفها بهذا المزاج أنا عم بتأثر. يعني طبعا مثل ما هي عدوى في كمان الجذب، يعني أنا آخذ شيء صح آخذ شيء الإيجابي بحياتنا. اليوم نحن كيف قادرين نروح بهذا الاتجاه؟ هلق دائما أي شيء سلبي يمر بحياتنا نطلع شوفي ورا هالشيء السلبي اللي صار،
ما في شيء سلبي بمر بحياتك الا ليكون لسبب ايجابي انت تعرفي هاي. ناخذ الشيء بدل ما اقول انا عندي مشكله، قل لا انا عندي تحدي. بهذا التحدي بدل لما اخذه كتحدي بطبيعه الانسان بتخليه دائما عنده حب هذا التحدي، يعني كانك عم تجاكري فيه، فبيجي لا هون بصير بده يحل هذا الموضوع. لو ناخذ الامور بهي الناحيه فاكيد نحن امور كثير رح تتغير معنا بحياتنا. للاسف كثير نحن ممكن نكون محاطين باشخاص سلبيين سواء بالعمل او حتى بعائلتنا دائرتنا الصغيره، ونحن مضطرين انه نحن نتعامل معهم. كيف بدنا نحمي حالنا من هي الطاقه السلبيه اللي ممكن ناخذها من كثير اشخاص مقربين موجودين معنا؟ نحاول نبث لهم دائما طاقه محبه، حتى لو حسينا انه في بلوك منهم، لا نبث طاقه محبه اجباري. مثل نقطه المي، قد هي صغيره كتيها باي بحر بتلاقيها هي رح تعمل تموجات، حتى موجات هاي كل ما اتسعت انت راح تاثري، اوريدي راح تاثري اذا بثيتي دائما نفس الشيء. كيف ممكن نبث هي الطاقه؟ طاقه المحبه اكثر شيء، طاقه المحبه تردداتها كثير عاليه، فانا لما بيجي بطاقه محبه للاشخاص حتى لو الشخص ما كثير حسيته انه اتجاهي، ضلني بسله هاي الطاقه فاوريدي هو راح يرجع لا شعوريا يتاثر فيه، يعني مثل العدوى، بدل ما نعدي انا بالشيء السلبي منه اعطيه بالشيء الايجابي مني انا. هلا عم نحكي عن انه عن المحبه، نحن مفروض نعطي، ولكن كل انسان له طاقه بالنهايه، يعني انا بتحمل بعطي حب بيجيني اذى برجع بعطي حب، فانا في مرحله انا حوصل انه خلص انا طاقتي خلصت استنزفت مع هذا الشخص. يعني هدول الاشخاص يعني كل بجوز كل ما بعدنا عنهم نرمين بيكون افضل بحياتنا طبعا. بس في اشخاص مفروض علينا انه نحن تواجدنا معهم تمام، احيانا الاهل الاخوه الزوج الاولاد هاي، فهني اوريدي نحن بدنا نضلنا محتكين فيهم، فلما بعطيهم انا طاقه المحبه هني بنفس الوقت رح يتاثروا فيي وينعدوا مني. بس افضل شيء لما انا حس انه هذا الشخص طاقته كثير سلبيه حاول ابعد شوي، ممكن اطلع امشي، ممكن امشي على تراب حافي، فانا كثير بينسحب مني هاي الطاقه لانه الارض بتفرغ كثير شحنات. ممكن اعمل حمام ملحي، ملح صخري كمان كثير بيساعدني على هذا الشيء. بدنا نحكي عن ترتيب البيت، دائما بنشوف سيدات المنزل بيحبوا مع بدايه العام يغيروا شوي بديكور البيت صح. وترتيبه، قديش هذا الشيء ممكن مفيد لشحن الطاقه الايجابيه؟ طبعا اجباري، تنظيف البيت مفروض دائما يكون مع بدايه السنه الجديده لنحمل طاقات جديده لالنا وللبيت بنفس الوقت. يعني انا مثلا لما بدي استقبل راس السنه فانا مفروض شو؟ انه انا احط شيء بخصه، يعني الشجره هي الولاده، هي عباره عن امتداد لشيء، يعني مثل عم بعلن لينكون انه انا في عيد عندي، يعني بجذب طاقه العيد لعندي لكل السنه. فانت لما فوت طاقه الكون لعندك وعندك هي الشجره او عندك مثل ما بيقولوا علامات العيد، فهذا الشيء بيعطي اعاز للكون انه انا بدي ضلني دائما معيده، مو بس بهذا اليوم بس، انا عم بعطي بدايه انه انا هيك بدي بلش. ترتيب الاساس بقلب طبعا اساس البيت كثير كثير بياثر بعلم الفنك شوي، يعني اذا بتحط شيء مو بمكانه يعني رح يعطيك شيء سلبي. مثلا في اشخاص كثير بيعملوا المطبخ مفتوح، يعني مجرد ما فتي انت صالون طلع عندك مطبخ مفتوح، بتلاحظي اصحاب البيوت هاي الاغلبيه غير ليكون في حدا عنده شيء بالقلب، لان القلب منه محمي. فيفضل انه انا لما فوت من مدخل البيت ما يكون عندي، يكون عندي صالون ما يكون مطبخي مفتوح. هذا الشيء لانه انت مدخل البيت عندك هو المركز، هو الشهرة لإلك، هو العمل عندك، فكثير أنا بدي اهتم فيه والصحة بنفس الوقت. تمام. هلأ دائما كنا عم نحكي عن البيت وعن البدايات الجديدة، خلينا نبلش من أنفسنا من بيوتنا للناس اللي حوالينا. أحيانا هيك بيكون عنا أخطاء بس أكيد غير مقصودة بتحركاتنا بالبيت بترتيب الأثاث، أحيانا بيقولوا في شغلات يعني ما بصير انه نحن نستخدمها نحطها بقلب بيوتنا، ان كان دباديب ان كان صور لحدا ما انه معروف، يعني صور هيك زيتيه او مائيه، شو مصداقيه هاي القصه؟ هلا بالنسبه للاشياء الجامده يفضل مثلا دائما حط انا بالبيت شغلات مثل نباتات حيه مو صناعيه. الشيء الصناعي هو شيء طاقته ميته، اما الحياه يعني في عندنا ثلاث انواع من الورد، عندك الشفليرة أو الإيركا بيقولوا لها، في عندك قلب عبد الوهاب أو مقلة تليفوني، هاي كتير بتعطي طاقة حلوة بالبيت، فأنا يفضل إنه أنا استخدمها. بالنسبة لل عفوا كصور يفضل حط صورة مشهورة لشخص وين بصدر البيت لأعطي طاقة شهرة لإلي تمام. وبنفس الوقت في عندي مثلا ركن المال
مفروض حط شيء بخص المال، وفي عندي ركن الحب مفروض حط شيء بخص الحب. مثل شو؟ عطيني شو اللي بخص الحب اليوم نقدر نحن نستخدمه ببيوتنا؟ اللون الاحمر. اللون الاحمر. اللون الناري اكثر شيء. ايه مفروض حطه انا بزاويه اقصى اليمين باي مكان عندي. يعني مثل غرفتي باخذ اقصى يمينه، هذا هو زاويه الحب. اما ركن المال اللي بتوقع بهم الجميع فهو اقصى اليسار، بحط شيء بخص المال. وفي الفراطه، نحن هاي الليرات ال25 اي شيء فراطه، فيفضل انه انا وزع 8 قطع بكل مكان بالبيت، واكثر شيء حطهم بزاويه اقصى اليسار. نعم طبعا. يعني نحن اكيد هدول بنحط الامهات بيحطوهم باماكن كل شيء زبديه مغلقه او اي شيء بازه، فدائما بنلاقي هدول القطع ناخذهم. بركه. خلينا ناخذ هيك بالاخير نصائح اليوم ممكن لكل الاشخاص اللي هيك حابين يبداوا سنه جديده مليانه طاقه، منوحة ممارسات خاطئه بيسووا لها يشحنوا طاقتهم الايجابيه. اهم شيء انا ببدايه السنه انه انا اعرف شو بدي، حط شو اهدافي بهي السنه. طبعا الاهداف مثل ما بيقولوا الكلمات الشفهيه زائله والمكتوب دائمه. حدد اهدافي، اكتبها بشكل صريح. الكون او خلينا نقول النور الالهي ما بيعرف عموميات، فبدي حدد واكتب حصرا باللون الاحمر. راح تسال العالم ليه اللون الاحمر؟ لانه نحن شو اللي بيغذي جسمنا؟ هو الدم. الدم اللي بيمشي بعروقنا نفس الشيء اللي يمشي بمسار حياتنا. فهيك نكتب اللون الاحمر، نحدد الهدف ونسلمه لملائكتنا وراح تجينا كل شيء نحن متمنينه. انتبهوا الكل، انا بتمنى على بدايه هاي السنه يكتب اهدافه باللون الاحمر ويكتبها بشكل واضح بالتدريج شو الاهداف اللي بده اياها، ويطلع عليها على اخر السنه راح يلاقي الاغلبيه منها تحققت ان شاء الله. هلا ان شاء الله، ان شاء الله هيك احلامك واحلامنا تتحقق بقدوم السنه الجديده. وهيك بدي اتشكرك، زينتي صباحنا لليوم. شكرا وبدايه السنه زين بوجودكم. تسلمي لي. شكرا. اهلا وسهلا فيكي. شكرا كثير.